يعدها ويقدمها محمد إسراء. صباح الخير محمد. صباح الثقافة والفن الحسين، ورمضان كريم. إذا الفقرة الثقافية ستخصصها اليوم للفن الغرناطي بصيغة نون النسوة، لكن قبل ذلك سنتابع هذه التجربة الفنية لجمعية النسوية بالجهة الشرقية، والتي أسست مجموعة غنائية نسائية خاصة بالفن الغرناطي تترأسها غزلان السلامي، نجلة الطاهرة السلامي، أحد أعمدة هذا الفن بمدينة وجدة. الروبورتاج من عاصمة الجهة الشرقية ليونس الناصري بتحرير جليلة بن فتان. غزلان سلامي تداعب أوتار العود متنقلة بين طبقاتها الصوتية لتحط الرحال في أعماق الطرب الغرناطي رفقة مجموعتها الغنائية. كنشوف الجمعية النسوية التطوانية، الجمعية الفاسية، يعني كان عندي ذاك الحلم، يعني دائما كيعجبني أي حاجة نسوية كانت كتعجبني، وكانت كتجيني ديك الغيرة نتاع علاش لا، مادام وجدة حتى هي فيها طاقات وفيها مواهب، علاش لا ما يكونش واحد المنتخب نسوي، وخصوصا أنه وجدة ما كانتش فيها جمعية نسوية. ترجمت الفكرة على أرض الواقع وأسست أول مجموعة نسوية للطرب الغرناطي بوجدة، مجموعة عناصرها تتكون من شابات يجمعهن عشق العزف والغناء. بديت كنتعلم موسيقى الطرب الغرناطي، العزف والإنشاد سنة 2005 مع الأستاذ طاهر الله يرحمه، الأب ديال الأستاذة غزلان، ومع شوية بشوية بدينا نطلعوا مهرجانات ديال الطرب الغرناطي هنا وفي وجدة خارج وجدة. الطرب الغرناطي فن عريق وما خصش يعني نسمحوا فيه وكل شيء، لان يعني فعلا تربينا على ديك الموسيقى وكنا يعني ندفوا له بزاف هنايا، ونتمنى من الناس يعلموا الاولاد ديالهم الفن الغرناطي، يسمعوا له وما يسمحوش فيه. تلقين هذا الفن للناشئة وإدخال التجديد عليه خطوتان ضروريتان للحفاظ على هذا الموروث الثقافي وحمايته من الاندثار. أعود إليك محمد إسراء، من خلال هذا الروبورتاج نتأكد أن النساء ساهمن